لكن الخبرات اللي بنتكلم عنها اكيد. ابو زياده استلام على الصدر وين في الكوره بينا جول 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 يا ولد يا لعيب. اول تصويبه يستطيع ان يشحن باقه التهديف وين في الكوره بينا ويسجل اول اهداف اللقاء مشاهدينا. 34 دقيقه فقط تكفي لبتروجيتي من اجل اول لحظه او اول لقطه واول حضور واول وصول لمرمى محمود شكري واول اهداف اللقاء. اي لقطه يا ولد. ابو زياده من الجهه اليسرى لعب العرضيه هتالي هتالي استلم بمنتهى الارتياحيه والتصويبه التسديده رغم تدخل الدفاع. لكن شوف الزياده 3 على 3 وين في الكوابينا استلم من داخل قوس منطقه اللعيبه داخل ارضيه الملعب والاجهزه الفنيه تدي الدعم والمسانده والسبورت لجميع الحكام في ملاعبنا. بتروجيتا على الفوز الليله ناوي الكلام الكتير اللي داخل ارضيه الملعب مشاهدينا متابعينا. وبالتاكيد احمد حسام طه كره على حدود منطقه الجزاء بيحاول يعدي بتصويبه هو الهدف الثاني وين في الكوابينا يا ولد يا لعيب. بتروجيتا بدون صعوبه نقب واكتشف حقل اهداف في مرمى الاتصالات. خلاص الحراره قطعت مشاهدينا على مرمى الاتصالات ونجم اللقاء الاول حتى الان النجم الغاني وين في القوابينا. تابع معايا من البدايه اي روعه واي اداء يا ولد على كيفك نيل وتبختر يا سئين الويل يا ابو قلب عسل. صالح ترجع لبتروجيت يلا سامح بقى تلاقي حاجه سامح بيحاول يعدي سامح ابراهيم. سامح ابراهيم كابتن سيد عيد اللي بيقول له اي حاجه يا سامح هدف يا سامح يتمنى سامح ولكن تتقطع وترجع على طول محاوله يا ولده. هدف تقليص الفارق هدف تقليص النتيجه مشاهدينا. الاتصالات يتمكن من شحن الباقه التهديفيه ويعاود التهديف ويسجل هدف تقليص النتيجه ويسجل اول اهدافه في اللقاء. 2-1 النتيجه. بهاء يرد على لاعبي بتروجيت ويسجل اول اهداف الاتصالات. محمد بهاء بهدف رائع من فوق حارس المرمى سجل بهاء امام حضراتكم. شاهيني اللي بيقدم دور رائع واداء مميز جدا جرى بهاء على طول اكل بحبح وعلى طول من فوق حارس المرمى.